الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الكاتب الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بالناظور. اليوم بطبيعة الحال كان عرسا اجتماعيا بكل المقاييس. اليوم تم الجمع العام الإقليمي اللي كنص عليه القانون الأساسي لتجديد هيكل المؤسسة على الصعيد المحلي. بطبيعة الحال جدول الأعمال كان غني جدا بحضور السيدة المديرة الإقليمية التي ألقت كلمة تشيد بمنجزات المؤسسة، كذلك السادة أعضاء المكتب الوطني المركزي بالرباط الذين شرفونا بالحضور، وكذلك الذين قدموا لنا كامل الدعم والنصح للذهاب بهذا المرفق إلى أبعد الحدود. كذلك الشكر موصول كذلك إلى أعضاء اللجنة الإدارية وعموم السادة مناديب المؤسسات التعليمية بمختلف المستويات، كذلك مندوب التعليم العالي ومندوب المتقاعدين ومناديب مراكز التكوين. بطبيعة الحال التقرير الأدبي والمالي نال بطبيعة الحال المصادقة التامة من طرف الجمع العام الإقليمي، وتلت بعد ذلك مناقشة مستفيضة رغم بعض الانتقادات، إلا أن هذه الانتقادات بطبيعة الحال كان هدفها وهو الرفع من مستوى خدمات المؤسسة في مختلف المجالات، وهي هذه الانتقادات أكثر منها كانت مشجعة كذلك للمكتب الذي سوف يتحمل المسؤولية ليكون في مستوى تطلعات أسرة التربية والتعليم. نتمنى بطبيعة الحال أن تكون هناك دينامية اجتماعية جديدة لهذا المرفق الاجتماعي تواكبا أو مواكبة مع الدينامية اللي كيعرفها الإقليم، دينامية سياحية ودينامية اقتصادية في مختلف المجالات، لكن لا بد من دينامية اجتماعية بطبيعة الحال لهذا المرفق، وخاصة أن مديرية الناظور فيها تقريبا 4000 شغيلة تعليمية. إذن هاد الأسرة التعليمية التي نكل لها كامل الاحترام والتقدير تستحق مركبا اجتماعيا بطبيعة الحال متكامل الأوصاف، ويتوفر على جميع الخدمات كباقي فروع المؤسسة مثلا بمراكش وطنجة وأكادير إلى غير ذلك. نتمنى للمكتب المسير المقبل النجاح والتوفيق، وأن يكثف الجهود مع السيدة المديرة الإقليمية بصفتها رئيسة المجلس الإقليمي، ومع مؤسسة محمد السادس كذلك التي لا تبخل علينا من الدعم، وكذلك مع جميع الإدارات من عمالة ومجلس إقليمي وجماعة حضرية. نتمنى التعاون جميعا لإخراج هذا المشروع الاجتماعي إلى حيز الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نتواجد بمقر مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالناظور. هنا أحضرك رئيسة المجلس الإقليمي للجمعية. طبيعة الحال اليوم تجديد المكتب الإقليمي، وفي هذا الإطار نتمنى التوفيق للمكتب الجديد، وكذلك الشكر والتقدير للمكتب السابق. ندعو الجميع الانخراط في هذه الجمعيه لانها ما عندهاش يعني خلفيه، فالجميع مدعو لانجاح هذا الصرح. نتمنى ان شاء الله انه يصبح صرحا او مركبا ثقافيا يحمل اسم الاعمال الاجتماعيه للتعليم بالناظور.